يعزف الأورغ والموزع الموسيقي في برنامج تعليمي للأورغ بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات. فأطلب منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير وإضافة اقتراحاتكم وطلباتكم وكذلك تعليقاتكم لنستفيد منها ونطور البرنامج. أغنية نديرك أمور للفنان الشاب نصرو، هذه من أروع الأغاني اللي في نظري أنا اللي دازت في الراي، فغنحاول أننا نفصلوها ونجزئها ونعطيو نبذة عليها حتى بالموسيقى وبالغناء كذلك. أولا أغنية نديرك أمور للفنان الشاب نصرو هي تكون كرد على الري، من هنا من الري هنا والكرد على الري تكون في السلم الموسيقي السي بيمول والمي بيمول، السي بيمول والمي بيمول، ويبدأ بالري من هنا. أولا نأخذ إيقاع سلو غربي على سرعة 75 ونأخذ جيتار إلكتريك. هذه المقدمة نعيدها الآن، سنعيدها مرة أخرى مع الإيقاع ثم الغناء. No.
التفاصيل. عندي وحدة عزيز عليا. طبعا هذه نبذة مختصرة عن هذه الأغنية وطريقة عزفها، فأتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.